هذا وقد شهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح 9 معارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية بالتزامن مع افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان، وذلك بمدينة الإسماعيلية. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمعارض، فيما حث العارضين على الالتزام بالأسعار المعلنة والمخفضة وتفعيل حملات التموين للرقابة وضبط الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بكافة المراكز. ده المعرض الرئيسي في محافظة الإسماعيلية الموجود في مدينة الإسماعيلية. بتوجد معارض فرعية أخرى بعدد 8 معارض في كل مركز. في معرض، في بعض المراكز فيها معرضين زي فايد. ده كله في إطار إتاحة الفرصة للعارضين وتوفير أماكن لهم مجانا، إضاءة كهرباء مجانا، حراسة مجانا. بنحرص على أن يكون العارضين من تجار الجملة، من المصنعين نفسهم، بحيث أن احنا بنقلل حلقات التداول. التاجر بيعرض بأسعار الجملة، المستهلك مستفيد، التاجر مستفيد.